مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان صرح طبي ضخم يندرج ضمن الخطة الطموحة لدولة الكويت ورؤية كويت جديدة 2035 ونقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في وزارة الصحة. المشروع سيوفر رعاية صحية عالية الجودة، يقع في منطقة الصباح الطبية وينفذ على مساحة 224 ألف متر مربع تقريبا. مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان أحد المشاريع الضخمة التي تطلع بها وزارة الصحة، وذلك ضمن رؤية كويت جديدة، حيث وضعت دولة الكويت أولوية توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة نصب عينيها على طول السنين. يتميز مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان بأن له شكل معماري يتألف من برجين، برج شرقي وبرج غربي، يربط بينهما عدة جسور بمختلف الطوابق، وقد تمت معالجة الواجهات كلا على حدة بتصميمات مختلفة لكاسرات الشمس التي تحقق الضياء المطلوبة لتوائم المبنى مع البيئة. وأيضا التصميم الداخلي للأماكن العامة بالمستشفى يحتوي على تكسيات فاخرة للحوائط والأرضيات من الحجر، كما تم تزويد غرف المرضى وغرف العمليات وحمامات المرضى بنظام مبتكر وهو نظام الموديلر سيستم، وذلك لسهولة تركيبه وصيانته وأيضا لتوفير الوقت. المشروع يعد صرح طبي ضخم يندرج ضمن الخطة الطموحة لكويت جديدة 2035، ويحتوي مبنى المستشفى الرئيسي على برجين متصلا بجسور معلقة تربط بينهما في جميع الأدوار. وصل المشروع، تم الانتهاء من الخرسانة والتكسية الخارجية، وتم العمل على التشطيبات الداخلية للاستلام الابتدائي. التحديات التي واجهناها كمهندسين هي أزمة كورونا والحظر وتعطيل المواد والمعدات الطبية واستخدامها في المستشفيات الميدانية، وهذه التحديات كمهندسين. يضم المركز عددا من المختبرات الطبية المجهزة بأحدث ما توصلت إليها التكنولوجيا الحديثة في علاج السرطان، وجرى استخدام تقنية الفايبر كلاس المتطورة GRC في تصميم مركز الكويت لمكافحة السرطان الجديد. مركز الكويت لمكافحة السرطان مكون من 3 مباني، المبنى الرئيسي ومبنى مواقف السيارات ومبنى المطبخ والمغسلة. المبنى الرئيسي مكون من برجين، البرج الشرقي والبرج الغربي، يربط بينهم جسور في عدد معين من الأدوار. يبلغ عدد أسرة المستشفى 618 سرير. مزود المستشفى بأحدث أنواع النظم والتكنولوجيا المتقدمة، منها عندنا النيوماتيك سيستم والسولر سيستم، وأيضا عندنا الويست مانجمنت سيستم والمودولر سيستم. المركز سيقدم مستوى عالي من خدمات الرعاية الصحية بأحدث المعدات الطبية ووسائل التكنولوجيا الحديثة لتقليل فترات انتظار المرضى وتقليل حالات الإفادة للعلاج بالخارج. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.